منذ أن سقط نظام الدكتاتور صدام حسين تولت الحكومات في بغداد، وإقليم كردستان كان منذ فترة طويلة صاحب حكومة وبرلمان. وحينما تشكلت أول حكومة عراقية كان للكرد فيها دور رئيسي، خاصة في مجلس الحكم مع الحاكم المدني للعراق بول بريمر. وكل المتغيرات التي تلت تلك الحقبة شارك فيها الكرد. أضف إلى ذلك إن أول رئيس لجمهورية العراق بعد سقوط النظام السابق كان كرديا، وهو جلال طالباني، ولا يزال هذا المنصب حتى يومنا هذا لدى الكرد، بغض النظر عن عشرات المناصب الأخرى في الدولة العراقية كوزراء ونواب وقادة وغير ذلك. الغريب في الأمر أن العلاقات بين حكومتي المركز والإقليم كانت ولا تزال قلقة وأحيانا مضطربة ومتشنجة، ما عدا فترات زمنية قصيرة هدأت فيها الأمور. القوات التابعة للطرفين قاتلت سوية ضد تنظيم داعش الإرهابي، ولكن هذا الانتصار التاريخي الذي تحقق لهما وذهب ضحيته العديد من الشهداء والجرحى وكلفهما خسائر مادية فادحة جدا، لم يستطع هذا الانتصار أن يوحدهما ويجمعهما، واستمرت الأمور بينهما على هذا المنوال حتى الاستفتاء لاستقلال كردستان عن العراق وما تلا ذلك من أحداث 16 من تشرين الأول. هاتان الحكومتان تعاملتا مع بعضهما كطرفين متخاصمين وندين، وكانا دائما ما يرسلان الوفود إلى بعضهما البعض للتفاوض وعقد الاجتماعات وحلحلة المشاكل العالقة بينهما وتطبيع العلاقات. وفي الكثير من تلك المرات تدخلت دول إقليمية وغير إقليمية كالولايات المتحدة الأمريكية للتوسط بين الطرفين. عقدت بين هاتين الحكومتين العديد من الاتفاقيات السياسية والمالية والعسكرية والإدارية، ولكن تلك الاتفاقيات لم ترى النور منها إلا بعض البنود القليلة جدا. أما البنود المهمة والمحورية فيها فلم يطبقها أحد منهما، وكان كل طرف منهما يتهم الآخر بالتقصير بتطبيق الاتفاقيات الثنائية أو التنصل عن تطبيقها، وكان دائما ما يشددان في المستويات واللقاءات الرسمية على وجوب الالتزام بالدستور لحل المشاكل العالقة بينهما وتسوية النقاط الخلافية. من الصعب جدا إحصاء عدد اللقاءات والاجتماعات والتفاهمات والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين نظرا لكثرتها، ولكن الواضح لدى الجميع أن الطرفين ما زالا مصرين على مواقفهما ويستخدمان الدستور للدفاع عن مصالحهما ويلوحان به كسلاح بوجه الطرف الآخر.